السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير للجميع. احنا الآن في منطقة يمرة، بالتحديد مشروع بروج ريزنس. بنصور لكم شقة 3 غرف صالة، مساحة الشقة 160 متر مربع. طبعا المشروع بناية عن 5 أبراج، كل برج فيه 22 شقة، طبعا كل طابق شقتين. عندنا في كل دور برضو مصعدين زي ما احنا شايفين. ندخل نشوف الشقة. الشقة مساحتها 160 متر مربع، 3 غرف صالة، 3 دورات مياه. ندخل نشوف، بسم الله. رقم الشقة 20. عندنا المدخل هنا، أول ما ندخل على يسارنا على طول الصالون. عندنا المساحة هذه ممكن نستخدمها للدواليب، الأحذية والعبايات أكرمكم الله. نجي نشوف الصالون. طبعا عندنا هنا الصالون ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة وشرحة بإطلالة جميلة جدا على البحر. عندنا الإطلالة هذه من الصالون. هذه مساحة الصالة، مساحة جميلة جدا. أيضا لها بلكونة مشتركة ما بين المطبخ والصالون، بالإضافة عندنا إلى عدد 2 مكيف إسبلت في الشقة، زائد طقم الفرن في المطبخ. طبعا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. الآن نطلع نشوف البلكونة من المطبخ. عندنا هنا المطبخ، طبعا زي ما ذكرنا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. عندنا أيضا مكيفين سبلت، مكيف في الصالون ومكيف في غرفة النوم الرئيسية، بالإضافة إلى طقم الفرن. طبعا عندنا هنا البلكونة برضو مساحة جيدة، إطلالة جميلة جدا على المدينة وعلى البحر. طبعا عندنا الإطلالة هذه من البلكونة. احنا الآن في الدور العاشر، الشقة داخل مجمع سكني متكامل. عندنا في المجمع حراسة أمنية، ملاعب أطفال، جلسات عائلية، ملاعب أطفال، بالإضافة إلى مواقف سيارات مغلقة، مواقف سيارات مفتوحة. أيضا عندنا مسبح مغلق. نجي نشوف تفاصيل الشقة. عندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله، مقابلها على طول الغرفة الأولى برضو بإطلالة جميلة جدا على البحر. نجي هنا الغرفة الثانية، برضو مساحة جيدة بإطلالة جميلة جدا، مقابلها على طول دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة ككل. عندنا أيضا جاكوزي في دورة المياه الرئيسية. ونشوف أخيرا غرفة النوم الرئيسية، برضو لها دورة مياه خاصة فيها مع المروش، أيضا لها بلكونة خاصة فيها. طبعا هنا غرفة النوم الرئيسية زي ما ذكرنا، في مكيفين عندنا في الشقة، عدد 2 مكيفات سبلت. طبعا هذه بلكونة غرفة النوم الرئيسية، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وعلى البحر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.